ولذلك أنا أقول إذا رأيتم إنسانا دخل المسجد في وقت كراهته فصلى فلا يقوم أحد يقول اجلس، وإذا رأيتم أحدا دخل المسجد وقت كراهة فجلس فلا يقول له أحد قم فصلي، لأن العلماء الأئمة مختلفون. أنت ماما أنت ما نمت حتى شبعت نوما وأكلت حتى امتلأت أكلا ثم أردت سمعت نهى النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فصرت نارا مسلطة على عباد الله. لا لا تجلس، قوم فصل، انت لا تجلس، انت اسكت واترك هؤلاء جميعا. لأن المسألة اختلفوا فيها، وأقول لكم هي مسائل مبنية على حديث، مبنية على خلاف الأصولين بين الناس، مبنية على إدراك النسبة، هذا العموم والخصوص الوجهي ماذا يعني النبي الناس.